هل تسارع الإطار لربما بترشيح رئيس للحكومة المقبلة على اعتبار أنه لم يحصل على مباركة من زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر، وإلا لن تشكل حكومة؟ تفهم حضرتك. نعم. أيضا هل بعد ما حصل من تأجيج للشارع العراقي لربما سيسحب الإطار التنسيقي ترشيحه للسوداني أم لا؟ هو سبق أن تم ترشيح السوداني ورفض تماما بصورة مطلقة من قبل الجماهير الشعبية. اليوم وضعوا على بيته شعار مرفوض من قبل الجماهير، مرفوض من قبل الشعب، لأن في الأساس يعني العملية السياسية اليوم أيضا وصلت أو ما زالت مستمرة في الاختناق في الطريق المسدود. هناك مشكلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هناك مشكلة مع السيادة، هناك مشكلة مع التيارات والأطراف الأخرى في مجلس النواب. يعني هذا الاتجاه بفرض الإرادة بالإكراه على الآخرين أدى بنا إلى هذه النتيجة، إلى هذا الجمود، إلى هذا الانسداد. إذن يجب البحث عن شخصية ترضي كل الأحزاب، وهذا اليوم صعب جدا، صعب تماما في ظل ظروف. يعني ليست مسألة الشخصية سيدتي، المسألة هي أي برنامج. حتى يومنا هذا احنا لا يعني لم نطلع على منهج إصلاحي اقتصادي سياسي.